ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بصح عايش المغرب، عايش المغرب وعايش الوطن. ان شاء الله. الله يحفظك ليا خويا الزين، بارك الله عليكم. والله في خاطر المغاربه اللي كيجوا للعالم باش يكثروا من الثقافه ديالهم ومن المعرفه ديالهم للعالم عاوتاني. الله يحفظك ليا. يلا ليا، بارك الله عليكم الدراري، معاكم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. الصراحه كنت ناوي باش غادي نقدم لكم الاول دوك الفيديوهات اللي درناهم في شهر 5 في مدينه الغردقه، ولكن بغيت نسبق لكم الاول واحد الفيديو اللي غادي يكون في نعمه باي مدينه شرم الشيخ. علاش؟ لان فيه واحد القدر كبير ديال المعلومات، تاخذوا ديك المعلومات الاول عاد نكملوا الفيديوهات الاخرى يكون الاحسن ان شاء الله. غادي نبين لكم هنايا الدنيا كيفاش دايره هنايا بشي شرح اللي يكون مبسط شويه. بالنسبه لهذه المدينه كاين عليها السيكوريتي على المحيط ديالها كامل، بحال شي واحد الا بغى يدخل لهذه المدينه خاص الاول دوز عند الديوانه بالباسبور ديالك، كيقلبوا كيشوفوا واش نتايا الا كنت مصري زعما، واش كيقلبوا عليك البوليس واش ديال شي حاجه، هذاك الدوسي كحل الا كان شي حاجه من هاد الحوايج ممنوع تدخل هنايا، يعني كاين الامان. وهاد البلاصه نتاع نعمه باي باش غادي تدخل لها خاصك اولا تدوز على البوليس يقلبوا، والداخل كاين الشرطه البوليس كاين بزاف السيكوريتي كيدوروا، يعني كاين الامان ديال بصح. دابا ان شاء الله غنقدم لكم الفيديو ان شاء الله يعجبكم. باش وصلنا لمدينة شرم الشيخ محتاجيناش باش نخلصوا الفيزا، بالعكس على مدينة الغردقة اللي خص تخلص فيها 25 اورو الواحد. بالنسبة للكارطة نتاع التليفون احتاجينا وحدة، خدينا وحدة ديال 7 اورو هنايا كما كتشوفوا فيها 30 جيجا. باش خرجنا لقينا الطاكسيات موجودين، واي بلاصة بغيت تمشي لها بهاد المدينة من المطار ما خصكش تدوز الماني الطاكسيات 10 اورو لان شي مرات كيطلبوا اكثر. بالنسبة للطيارة قطعنا 170 اورو الواحد الي روتور. وبالنسبه للوطيلات كنقطعوا اما في ديستينيا ولا في بوكين. واحد النقطة اللي بغيت نشاركها معكم أنه مدينة الغردقة ولا مدينة شرم الشيخ كتبقى فيهم الحرارة على دور العام ما بين 30 درجة و 40 درجة، غير في شهر واحد كتكون تقريبا شي 25 درجة. الواحد حتى في شهر واحد يقدر يجي هنايا يعوم. وبالنسبة للأثمنة هنا كاينة في هاد المدن هادو اللي هي جد مناسبة، بحال هاد الهوتيل هذا اللي حنا فيه دابا الاسم ديالو مارينا شارم. مارينا شارم هذا الثمن ديالو 80 اورو للنهار وفيها الفطور. بالنسبه لهذا السويت هذا انايا الصراحه كيجيني الثمن جد مناسب، كما كتشوفوا كاين الاطلاله على البحر ليها، واحد يريح غير بالبالكون يجلس بالبالكون يلقى واحد الراحه كبيره مع الهبوب والهواء ديال البحر. شوفوا عاوتاني الداخل هنايا اللي زعما الصراحه داك الشيء كلاس. بالنسبه ليا انايا على حساب هاد الثمن باش يكون فيه هاد الشيء كيجيني الثمن جد مناسب. اغلبيه الريزورت ولا منتجعات سياحيه غادي تصيبوا فيهم بحال هاد البنكات
قدروا تهزوا فيهم الفلوس هنا مصريه باسي اوروبي ولا عالمي. بحال هاد البنكه هادي الاسم ديالها البنك الاهلي المصري، هي اللي كتعطيك احسن صرف بالمقارنه مع البنكات الاخرين. بحال هنايا عندي هادي هاد الفلوس هادي دابا هادي 100 اورو، شوفوا شحال ديال الفلوس 100 اورو. حنا عندنا جوج خمسينات جوج ورقات، وعندهم هادي هي العمله الكبيره اللي عندهم كاع، ها هي 200 جنيه ساويه 3 اورو و70. بالمقارنه بحال المغرب عندنا حنايا 200 درهم يعني 20 اورو هي اكبر عمله. لتحت عند الشاطئ غادي تصيبوا هذا المكتب هذا اللي كيدير الرحلات، غادي نديروا واحد الرحله دابا واحد شويه في الباطو سبيد بوت اللي الثمن ديالها 50 اورو الساعه. وصلنا مع بعض بقالنا 10 دقايق وصلنا اصحاب. الحمد لله الحمد لله. علشان انت جدع. ايوه حقيقي كلام زي الفل بجد. لا بجد صاحبنا من 10 دقايق. لو انت اتكلمت عليا كده انا هتكلم عليك احسن، هقربك. لا احنا احسن ناس. طبعا طبعا انت الاحسن، واحنا مش من جنب بعض. احنا أيوة. فعلا اصحاب. ايوه الحمد لله الحمد لله. خلصت الرحلة؟ خلصت الرحلة. ايوه أكبر رحلة بصراحة. أيوة. عشان انت معايا. الله يحفظك. أفضل شخص يا بني. الله يحفظك الله يحفظك. نورت الدنيا. ايوه دايما اشوفك تاني. انا بحب الضحك. احنا بنا اصحاب. انا بحب الضحك. وانا بشا بحب الضحك مع الناس الحلوة اللي زيك. شكرا. هذا جورج كلوني مع ياسين بونو، لسه طالع البحر. ياسين بونو نور بعد البحر، البنك بتاعه فتح النهارده عشان البنك بتاعه كان مسكر خالص. يا حبيبي يا حبيبي، احسن واحد هنا في مارينا شرق. يا حبيبي حبيبي، اي حد يجي من طرف ياسين بونو انا تحت امره. الله يحفظك. مش هقصر معاه. واي حد يجي برده من هولندا. ايوه اصحابه وحبايبه من هولندا. انا تحت امركم ان شاء الله. حبيبي عم ياسين بونو نشوفك على خير. الله يحفظك حبيبي. عم ياسين اللي كتشوفوا معايا لقدام لوطيل مارينا الشرم، غادي نقول لكم اسمو. كاين هنا عاود كاين هنا محلات كما كتشوفوا، هذا سوبر ماركت، وكاين هنايا ريستورات. غادي نصور لكم شويه هنا في هذه الجهه شي لقطات، وموراها غادي نمشيو في هذه الجهه شوفوا اسمو كاين القدام شي لقطات غادي يكونوا في هذا الفيديو مع الولاد اللي صورتهم في شهر 5 اللي فات باش كانوا معايا في هذه المدينه. بوتي راني كنتمشى لقيت واحد المغربي
غير بالشوفه عرفته مغربي ديريكت غير بالوجه عندنا ستامبو واحد الله يهلك الله يهلك. المهم خويا منين انت بالمغرب؟ سطاد البروج ياك السيد ناقش شويه عربيه حيت يمكن كابر في ايطاليا كابر في ايطاليا وانت انا خويا كابر في هولندا بصح كنفرحها العربيه كناكلها لا انا لا مع الفيديو بحال هكا يا على حسب على غفله لا على غفله لا الدنيا اللي عجباني نكبر الله واحد مره خاصو يشوفو ويعيش ويشوف البلايص يشوف الدنيا الدنيا ربي خلق الدنيا كبيره الدنيا كبيره الدنيا كامله نتاع الله سبحانه وتعالى وماشي كاين الطاليان كاين مصر كاين كاع الافريقيا راه كبيره وكاع كامله زينه وواحد خاصو يدور يشوف شوف حنايا كمغاربه خصنا لابد نقولوا يعني احسن بلاد في العالم هي الدوله ديالنا المغرب فهمتي ما كايناش بلاصه تصيف فيها الراحه احسن من بلاد فوالا بصح بنادم الى حوس يعني العالم مره مشى لدنيا اخرى ولا شاف دول اخرين ولا يعني ما فيها باس ما فيها باس بنادم عاوتاني تاني كياخذ تجارب كيتعلم ويشوف وكيشوف بنادم كي كيعيش في بلاصه اخرى وكي كيجبدوهم الفلوس وكي شحال من حاجه كي كيخدموا كاين بزاف شحال من حاجه كتعلم ما كدور وكتشوف نيش تقدر غير بالصدفه تدير تجاره اللي غادي تغنيك ممكن يمكن ما نعرف على ناوي ان شاء الله غادي نضرب شي دوره في المستقبل القاهره باش نشوف تما عاوتاني على حساب التجاره على هاد الامثله يعني ولكن ما فيها باس بنادم يحوش شويه واحد بنادم خاصو يدور يشوف ويشوف العالم كامل بالنسبه للاثمنه جاتك هنا مناسبه ولا مناسبه ياك مناسبه يعني ماشي قاسحه لا ماشي قاسحه على حسب انت يا قلت لي راك مشيت وليت عاوتاني مشيت ورجعت وعجبتني الدنيا اللو علاش رجعت وكنفكر ان شاء الله رجعت ثاني شي مره اخرى ياك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بصح عايش المغرب عايش المغرب وعايش الوطن ان شاء الله الله يحفظك ليا خويا الزين تبارك الله عليكم في خاطر المغاربه اللي كيجيو للعالم باش يكثروا من الثقافه ديالهم ومن المعرفه ديالهم للعالم عاوتاني الله يحفظك ليا يلا الله ليا تبارك الله عليكم الدراري معاكم سلام شفتوا فين كنا قبيله دابا رحنا تمشينا شويه دابا في هذا الاتجاه غادي ندخلوا في واحد الشارع اخر عاوتاني حتى هو في الريستورات حوانت نزيد لكم شويه الكاميرا القدام باش يبان لكم باش نوضح لكم شويه كيفاش مخدوم هذا الشارع هذه الجهه على اليسار راهم كاينين المحلات اللي كيبيعوا الملابس الصبابط السفرديلات التليفونات كما كتشوفوا الجهة الأخرى كاملة ريستورات غادية هكا ديكورات مصرية داكشي زوين جريت شوية عاوتاني ريستورة أخرى عاوتاني ديكور بوحدو عاود الواحد ملي كيشوف هاد الشي هذا في أول مرة يجيك زوين الصراحة هاد المكان اخوتي نعمة باي واحد المكان اللي هو مهم في هاد المدينة الصراحة سياحي بامتياز واحد الى جا هنايا لابد ما يجيلو صراحة تقدر هنايا تستمتع تحوس مع راسك الدور راك قريب للبحر هنايا يعني تلقى الريستورات هنايا تلقى الاماكن اللي تقدر تفوش فيهم حال الطباسه اللي كتشوفوا اخوتي هادو داخلين في التقاليد الثقافه ديالهم هذا اللحم هذا كيسميوه الفراخ يطيبوا لك في البلاصه هنايا ورا برا ازيك يا باشا حبيبي شلونك الحمد لله الحمد لله من وين احنا انا من المغرب من لا 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 برشا تونسي اهل الكره باش اهل الكره احنا اهل الكره اهلاوي اهلاوي رجاوي حبيبي باين عليك المغرب المغرب كده عرفنا ان دي المغرب ايوه باللبس منورين الله يحفظك ده ايه ده يا حبيبي عيد موزه ضاني موزه يجيب لك المتر ده متر معاه الباشا المغرب مساء الخير ايوه مساء الخير كازابلانكا
الدار البيضاء يعني كل المغرب، كل الديار عادي ما فيش يعني مشكلة. كل المغرب تاعنا يعني. طب ما تتفضل معنا. طيب لا شكرا حبيبي، احنا بس موز ضاني عندنا يعني... موز ضاني ايوه، عندنا دجاج مخلي ودجاج بالعظم ايوه، في ريش تمام، في بط، حمام زغليل ده البط ده بيحب ده حمام كبير، ده حمام محشي، وفي حمام مشوي برضه ايوه فاضي بدون حشو، وده اللحمه الستيك روز بيف اللي هي لحمه الضهر ايوه، الدنيا والدجاج والبصل، ده دجاج مشوي ايوه، دجاج مسوي انتوا انتوا بتقولوا الدجاج او الفراخ؟ الفراخ الفراخ احنا بين الغليل حمام الحمام تمام. شوفوا الموني ديالهم هنايا، الواحد غادي يوقف هنايا غادي يشوف الاسمنه راسو، شوف شي حاجه اللي بغيت تدوقها وتشوف الاسمنه اللي كتناسبك، انا كل شيء واضح. اللي عنده مع الحوت غادي يلقى هنا الحوت على الانواع كما كتشوفوا، الرستورا ديال الحوت هذه خوتي. قبيله صورتكم باش كانت الدنيا شويه خاويه هنايا، دابا ناخذوا بعض الصور ملي كتعمر الدنيا هنا شويه. دابا غادي نشوفوا اسمو كاين في الجنب ديال هذا الشارع، كاين السوق كما كتشوفوا معايا، الناس من كل انحاء مصر كتجي لهنا، من هاد البلاصه هادي معروفه في مصر كامله، والتوريست دخله نتاع هاد الشارع كاين هاد السوبر ماركت ولا متجر بحال هنايا، هادو سوفينيرز هاد المحل عامر بزاف حيت رخيص، فيه الكسوه سوفينيرز بحال هكا، اللي خصو شي سوفينير من هادو يقولوا لي نجيبوا له معايا، صراحة سهلوا كاملين. وكاين فيه سوبر ماركت بحال هكا، مواد الغذائية وأشياء بحال هكا، بحال هاد التيشيرت اللي كتشوفوا فيهم، هادو الأثمنة ديالهم 4.70 أورو، بحال هادو ديال الدري الصغار 3.50 أورو، بالنسبة للنساء بحال هاد الكسوة ديالهم ما بين 5 و10 أورو، أغلبيتهم 7 أورو. اللي ما عرفش أخوتي مصر معروفة بالمانجو، ما كيقولوا لها هنا المانجا، أنا ذقتها الصراحة وكل مرة كندي منها هنا كيحسبوا لها 1.40 أورو الكيلو. وموجودة هنايا فيما مشيت تلقاهم كيصاوبوا العصير منها. واحد مانجا بكم؟ 50 جنيه. لا خليها 50 جنيه احسن. في مدة 4 أيام اللي جلست في هذا المكان تعرفت على واحد السيد اللي ولا الصديق ديالي، وبغيت نعرف عليكم تانتوما، واللي جاي المحل ديالو ديريكت في الدخلة ديال هاد الشارع. خوتي كما قلت لكم هذا هو المحل، هاد السيد هذا راني جبت له التليفون ديالي كان ضايع، كان ماشي لي فيه تصاور، ماشي فيه بزاف ديال المعلومات اللي كانوا كيخصوني انايا، ديتو لهولندا شحال من واحد ما عرفوش يصاوبوه، جبتو لهاد السيد وصاوبوه لي في التالي باش قلت له الثمن، قال لي 15 أورو، زعما واحد الثمن جد مناسب بالنسبه لهاد الاماكن السياحيه اللي كاينه هنايا. بغيت نبينو معايا في الفيديو حيت ما تفاهمش معايا في الثمن وما زادش عليا. الحمد لله. انت بتفهم المغربي؟ فاهم المغربي تاعك بس مش كتير يعني. مش كتير. مش كتير، لكن ده مكانك في اي وقت، حبيت في اي وقت تعمل اي حاجه احنا تحت امرك في اي مكان. ان شاء الله ان شاء الله. يخليك واجازه سعيده، ونتمنى ان احنا نشوفك دايما كل سنه بخير. ان شاء الله. ربنا يخليك يا ان شاء الله. معرفه الخير ان شاء الله ونبقى اسيا يعني. طبعا طبعا انا اخوك سامي، وعوزت اي حاجه في اي وقت، اي وقت في اي اجازه، اي حد من زمايلك، اي حد من قرايبك، احنا تحت امرك في اي وقت. خاصك شي حاجه في التليفون ولا ضاع لك التليفون، ولا عندك شي تليفون في اوروبا ولا في شي بلاصه اخرى ضايع، بغيت تجيبه معك لهنايا يقدر يساعدك فيه، راه معلم ديال بصح.
شكرا متشكر لحضرتك جدا تحت امرك. خوتي الصراحه والله هذا السيد ارتحيت له بزاف، راه عطى لي النمره ديالو وقال لي لا بغى شي واحد على حسب الرحلات اللي كاينه هنايا كامله، كيعرف البيرويات اللي حداه تما، يعرف الناس، يعاونكم على حساب باش ما يزيدوش عليكم في الثمن، خلي لكم النمره ديالو هنايا، وراه قال لي اي واحد من طرفك ما كان حتى شي مشكل يقدر يعاونكم يوقف معكم. بالنسبه لي انا ما كنثقش في السعف بنادم، ولكن الصراحه راه كاين ناس طيبه في العالم كامل، كل بلاصه كاين فيها الناس الزينه والناس الشجينه. دابا غندير واحد الطله خفيفه على هذا الريستوران ديال لوطيل اللي حنا فيه مارينا شارم، واللي لقينا فيه الماكله مزيانه كما قلت لكم في الاول، خلصنا 80 اورو النهار. بصح الا بغيتوا الفطور والغداء والعشاء والمشروبات تخلصوا 25 اورو. بالنسبه لي هذا لوطيل نقدر نعطيه 4 ديال النجوم. كما كتشوفوا معايا هذا الرمان مقشر، و100% داك اللي كان كيقشر الرمان راني زدتو الخدمه، حيت انا الرمان كيعجبني بزاف، وكل مره كنت كنعمر الطبسي ونولي عاوتاني نعمر. هذا كنقولوا له حنايا الفوك مخدوم بالكراميل والخضره. ولاحظت لا في الريزورت ولا لوطيس اللي كاينين لا في الغرداقه ولا شرم الشيخ انه كل يوم كتصيب شي اكله بالحوت، حيت هاد جوج مدن معروفين بصيد السمك. كما كتشوفوا معايا هذا هو لوطيل، حنا كانوا عاطينا البيت هنا في هذا القنت، ولكن راه كاين غير شي 4 البيوت اللي جايين في هذا القنت. الا كانوا عامرين يقدروا يعطوكم هنايا اون فاس البحر، بصح ملي تكونوا تقطعوا خص لابد ما ديروا بالله بغيتوا البيت اون فاس البحر، كتكون فيها شويه ديال الزياده. وعندك دابا في هذه الجهه شوفوا حدا هنايا كاين هذا لوطيل، هذا الاسم ديالو ليدو، وهذا عنده واحد الايطاله حتى هي زوينه حيت جاي ديريكت اون فاس البحر. شوفوا الدوش الاول، دوش عادي، يعني كما كتشوفوا البيوت ماشي شي حاجه زعما اللي كلاس ولا، ولكن المنظر ديال البالكون هو اللي كينسيك في كلشي. ما يا خوتي واحد المنظر اللي هو رائع، كتطلع على البحر بحال هكا، تجلس في البالكون هنايا مع راسك في العشيه ولا بالنهار، تهبب مع راسك الهبوب ديال البحر، يعني الصراحه بنادم يقدر يستمتع هنا في هذا اللوطيل. شوفوا لتحت تحت كاين البار مشروبات. دابا اخوتي بغيت نقول لكم على حساب الثمن تاع هذا اللوطيل، بالنسبه للنهار كيحسبوا 50 اورو للبيت، ولا بغيت دير فيها الفطور والغداء والعشاء غادي تخلص 75 اورو للنهار. جوج بيوت 150 اورو، بغيت غير جوج بيوت بلا ماكله حتى شي حاجه عندك الاولاد غادي تخلص 100 اورو للنهار. كاين هاد البيوت هادو اون فاس البحر، بصح شويه غاليين، كيسواو شي 180 اورو. كما كتشوفوا جاي ديريكت عند البحر، تقدر من هنايا تهود تعوم لتحت، ولا كاين الشاطئ الجهه الاخرى. هنايا عاوتاني كاين ريستورا. كما كتشوفوا معايا حتى هي ديريكت عند البحر. دخلوا لداخل، كما قلت لكم اخوتي الواحد يقدر يستمتع بالبيت اللي جايه اون فاس البحر، بصح بالنسبه للريستورا ولا السيرفيس هنايا نقدر نعطيه 3 ديال النجوم. من الاحسن الى جانا شي واحد يقطع ال انكلوسيف على حساب الفطور والغداء والعشاء والمشروبات، لان كيغليو شويه هنايا.
ودابا وصلنا لاخير الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله. حتى الفيديو الجاي من نعمه بشار بالشيخ، كنحييكم كاملين وبارك الله عليكم. السلام عليكم.